ده بالنسبه لدرجات الحراره. اما بقى فيما يتعلق بتفاصيل الحاله الجويه المتوقعه ان شاء الله كام يوم جايين، احنا معانا على التليفون دكتور وحيد سعودي وهو خبير الارصاد والتحاليل الجويه. دكتور وحيد صباح الخير على حضرتك، اهلا بيك. صباح النور، اهلا بسيادتك يا فندم. كله تمام؟ كله تمام يا فندم. الحمد لله يا رب دايما في احسن حال. دلوقتي يا فندم احنا وصلنا اهو لغايه يعني 5 يناير 2021، يعني المفروض يبقى مظاهر الجو الشتويه المعتاده تكون موجوده وده لسه مش حاصل لغايه دلوقتي، هل ده او هل دي اشاره لان في مثلا تاخير نسبيا في الاجواء الشتويه المتوقعه؟ ولا طبعا حضرتك ده مش مؤشر ان في تاخير بالنسبه لان فصل الشتاء بدا على فكره جغرافيا ومناخيا. يعني بدا جغرافيا يوم 21 ديسمبر حضرتك، تمام، ومناخيا مفيش شك ان احنا في انخفاض في درجات الحراره، لكن من حين لاخر تقريبا كل 10 11 سنه في دوره الجو بيعيد فيها نفسه. يعني لو رجعنا ل 11 سنه تقريبا هنلاقي مثل هذه الاجواء اثرت على جمهوريه مصر العربيه. طبعا بيبقى الفيصل هنا هو التوزيعات الضغطيه سواء على سطح الارض او في طبقات الجو العليا ومصادر الكتل الهوائيه المصاحبه لهذه التوزيعات. فاحنا ما زلنا تحت تاثير رياح ما بين الجنوبيه الى الجنوبيه الشرقيه قادمه من شبه الجزيره العربيه، وده اللي بيؤدي الى استمرار درجات الحراره اعلى من المعدل الطبيعي ليها خلال هذا الوقت من العام. طب ده التفسير العلمي. طب دكتور وحيد معلش سؤال في نفس النقطه دي بس عشان قبل ما نكمل كلامنا مع حضرتك، يعني فكره تغير المناخ نتيجة عوامل مختلفة منها عوامل بشرية طبعا في المقام الأول إلى آخره، هل تغير المناخ نتج عنه تغير في طبيعة الفصول نفسها؟ يعني هل أصبح الشتاء أكثر قسوة من عن زمان؟ هل أصبح الصيف أكثر حرارة أو يعني أكثر سخونة من الصيف زمان؟ لا طبعا حضرتك، هو في طبعا بعض الشيء من التغيرات المناخية يعني حسب قاعدة البيانات اللي أصدرتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف حضرتك، بتقول إن في ارتفاع في درجة حرارة الغلاف الجوي حوالي 6 من 10 درجة مئوية. طبعًا دي تعتبر عالية جدًا على فكرة، وبتؤدي إلى تغيرات جوهرية في التوزيعات الضغطية وعمومًا في حالة الجو. لكن طبعًا هو الإنسان هو المؤثر الحقيقي للتغيرات مثل هذه التغيرات المناخية. طبعا احنا شايفين العوادم والسيارات والمصانع وما شابه ذلك حضرتك. لكن طبعا هو زي ما قلت لسيادتك ان احنا بدليل ان كل دول العالم بتطلع خرائط كل 6 ساعات عشان تعرف مصادر الكتل الهوائيه جايه منين وبناء عليه تغير في نشراتها الجويه. فاحنا ما زلنا تحت تاثير رياح كلها جايه من شبه الجزيره العربيه، وللاسف يمكن في طبقات الجو العليا في مرتفع جوي ده بدوره بيؤدي الى استقرار كامل في الاحوال الجويه والى ارتفاع طفيف في درجات الحراره فوق المعدل الطبيعي ليها والى ظهور الشبوره المائيه الكثيفه والتي تصل الى حد الضباب. وطبعا هنا انا عايز كل الساده المشاهدين يعرفوا الفرق بين الشبوره والضباب. الشبوره معناها ان الرؤيه اقل من 5000 متر، اما الضباب اقل من 1000 متر واحيانا الرؤيه فيه بتنعدم. وهنا بيبقى فيه طبعا تنسيق مع الادارات العامه للمرور طبعاً. ان هي مثلا بتغلق بعض الطرق حفاظا على ارواح المسافرين على الطرق. الجو بصفه عامه شتوي معتدل او يميل للدفء خلال ساعات النهار وعلى النقيض اثناء الليل ما بين البارد وشديد البروده احيانا. صحيح صحيح. بنشكرك جدا دكتور وحيد، ويمكن النقطه اللي دكتور وحيد قالها في الاخر هي نقطه في غايه الاهميه، لان فكره هنا غلق الطرق ده فعلا بيحصل. الطريق الصحراوي والمحور مريت بالتجربه دي الاسبوع اللي فات والنهارده برضو المحور كان مغلق.